تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام سنتوقف مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة. سنكمل مشوار تغطية صدى الرياضة بين جميع الفعاليات الرياضية الجماعية منها والفردية. كالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع أحداث ونشاطات واستحقاقات رياضية، منها الملتقى الثاني لتجمع نجوم الرياضة العراقية لمناقشة واقع الرياضة والسبل الكفيلة لتحقيق الإنجاز وتفعيل القوانين للارتقاء بالرياضة العراقية. ستكون معنا محاور أخرى سنتابعها سوية ضمن فقرات هذا اليوم. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات صدى الرياضة، وخليكم ويانا. تابعوا تحضيرات المنتخب الأولمبي على وكالة صدى الرياضة مع الزميل بلال بدار. كيو تابعوا المنتخب الأولمبي على صدى الرياضة. لا إلا بلال بدار ما أعرف. كيو 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 تابعوا أخبار منتخب الأولمبي مع برنامج صدى الرياضية، اللاعب حسين علي. كيو نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية المختلفة، ونبدأها مع منتخبنا الأولمبي بكرة القدم، وتحديدا مع المواجهتين الأخيرتين الوديتين له أمام المنتخب الإيراني ضمن استعدادات المنتخبين لدورة الألعاب الآسيوية في أندونيسيا. تمكن منتخبنا الأولمبي من التغلب في المواجهة الأولى بهدفين مقابل هدف، افتتح فيها الأولمبي الإيراني التسجيل أولا عن طريق هدف عكسي سجله مدافع الأولمبي العراقي في الدقيقة الرابعة من المباراة، قبل أن يدرك جاسم محمد التعادل في الدقيقة 49، ثم أضاف أحمد جلال الهدف الثاني لمنتخبنا الأولمبي في الدقيقة 93 ليخرج لاعبونا بفوز مهم في هذا اللقاء. لكن في المواجهة الثانية انقلبت الأمور وتغير الأداء ليتمكن المنتخب الأولمبي الإيراني من الفوز على منتخبنا الأولمبي في المباراة الودية الثانية بهدف مقابل لا شيء، ولم يظهر لاعبونا بمستوى مقنع في هذا اللقاء ليعطوا الفرصة للاعبي الأولمبي الإيراني بفرض سيطرتهم على المباراة وإنهاء المباراة لصالحهم. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، جمهورنا الرياضي، نبقى مع منتخبنا الأولمبي بكرة القدم والمهمة المقبلة التي تنتظره للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في أندونيسيا. وقد وضعت القرعة المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الصين وسوريا وتيمور الشرقية. من جهته أكد مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد أن إعداد المنتخب الأولمبي العراقي للاستحقاق المقبل هو الأفقر من بين جميع المنتخبات المشاركة، والتي خاضت معسكرات تدريبية خارجية وعدد كافي من المباريات الودية. مشاهدينا، هذه قراءة في أروقة منتخبنا الأولمبي وما له وما عليه، نتابع. يواجه مدرب منتخبنا الأولمبي العراقي عبد الغني شهد سيلا من التشكيك في خياراته قبل وبعد إعلام اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية بالقائمة النهائية للاعبيه. وسبق لشهد وأعلن على مضض بأن مسألة تشبثه على رأس المنتخب الأولمبي يأتي عنادا بمنتقديه، وذلك بعد انتهاء اللقاءين مع الأولمبي الإيراني. انتهى اللقاء الأول بفوز الليوث بهدفين لهدف، بينما خسروا اللقاء الثاني بهدف وحيد. وهناك أمر يبعث على الاستغراب أيضا، وذلك بفعل الخلاف الذي برز مؤخرا بين لاعب منتخبنا الوطني همام طارق والمدرب عبد الغني شهد، بعد أن تقدم الأول بطلب الإعفاء من تمثيل المنتخب الأولمبي على اعتبار أنه ضمن اللاعبين الثلاثة المفتوحين فوق السن القانونية.
وكانت الحجة لدى طارق بأن مدرب الأولمبي كان قد صرح قبل أيام بأنه سيكون هناك تفاضل بينه وبين مهدي كامل. وتصريحات شهد الإعلامية لم تكن مدروسة بالشكل الكامل، وهو يعلم أن أغلب لاعبين لا يتمتعون بثقافة بعيدة المدى، خاصة عندما تصبح المفاضلة أساساً لاختيار الأكفأ والأكثر جاهزية للمحفل القاري، ويعدها المبعد إهانة له وتقليلاً من شأنه وسط تزاحم الأندية على صفقات الموسم الجديد. لنتعظ من دروس أفقدتنا فرصاً ثمينة كانت ستأخذ بكرتنا إلى نواصي الإنجاز، عسى أن يدب الاستقرار ليقوي عزائم اللاعبين. وكان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي قد جدد ثقته بالمنتخب الأولمبي بكرة القدم بإمكانية تحقيق نتيجة مشرفة في دورة الألعاب الآسيوية خلال الزيارة التفقدية لبعثة المنتخب الأولمبي في أربيل. والجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا منتصف الشهر المقبل ثبتت مواعيد مباريات منتخبنا الأولمبي في قرعتها في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات سوريا وتيمور الشرقية والصين. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، احتفلت جماهير الكرة العراقية يوم الأحد الماضي بذكرى مرور 11 عاما على تتويج منتخب أسود الرافدين بلقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم لعام 2007، والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 27 من تموز من ذلك العام. تلك البطولة التي أقيمت في 4 دول هي أندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند، وفيها حقق منتخبنا آنذاك لقبها بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، جاء برأسية قائد المنتخب العراقي يونس محمود، والذي توج آنذاك بلقب أفضل لاعب في البطولة. للزعامة يا يونس، للصدارة يا محمود، 1-0 عراقية التقدم، عراقية الافتتاح. مشاهدينا، ورغم مرور 11 عاما بالتمام والكمال على فوز المنتخب العراقي بلقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، إلا أن جماهير منتخب أسود الرافدين لا تزال تستذكر حتى هذه اللحظة الإنجاز الأكبر في تاريخ كرة القدم العراقية. وكان يقود منتخب أسود الرافدين المدرب البرازيلي جوردان فييرا، وشكل ذلك الإنجاز مفاجأة للمحللين والنقاد كافة، لا سيما وأن المنتخب العراقي قد تمكن من خطف البطولة رغم أنه لم يكن مرشحا على الإطلاق للظفر بالبطولة، حيث كان العراق يعاني في ذلك الوقت من ويلات الحرب والانقسام، فضلا عن البداية المتذبذبة والمتباينة لمنتخب أسود الرافدين في تلك البطولة، إذ استهل منتخبنا مشواره بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا المنتخبين أمام منتخب البلد المضيف تايلاند، قبل أن يحقق فوزا ثمينا على حساب نظيره الأسترالي بنتيجة 3-0، ومن ثم يعود للسقوط في فخ التعادل السلبي أمام منتخب سلطنة عمان، ليحجز منتخبنا العراقي في ذلك الوقت تذكرة الصعود للدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط. مرة أخرى المنتخب العراقي انفراد الآن، حقق الجول، والفل محمد سجل الجول، ليضرب موعدا مع المنتخب الفيتنامي ويحقق الفوز عليه بنتيجة 2-2، سجلهما المهاجم يونس محمود. أبراز صوت لابد يصيحة، أبراز صوت لابد يصيحة يونس محمود. مشاهد ونتابع الآن
هوار يتقدم، يونس يتقدم، يلعب الكرة، الله هذه كوبا ولا آسيا؟ هذه كوبا ولا آسيا؟ كوبا لم تنتهي، هدف عراقي لاتيني من يونس محمود بالظروف السهلة ولا الصعبة العراقي هذا لعبه. متواصلين مع ذكرى مرور 11 عاما على تتويج منتخب أسود الرافدين بلقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2007، والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 27 من تموز من ذلك العام. فبعد تأهل منتخب أسود الرافدين إلى المربع الذهبي، اصطدم بمنتخب كوريا الجنوبية العنيد، والذي بلغه للمرة الثانية بعد الأولى عام 1976، لكن لاعبون كانوا في الموعد ونجحوا في بلوغ المباراة النهائية بعد تغلبهم على الكوري بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية قبل أن يتوج باللقب بعد فوزه على حساب شقيقه المنتخب السعودي. نجح المنتخب العراقي من خلال تتويجه بلقب كأس أمم آسيا 2007 في توحيد أبناء الشعب الواحد، والذين يعني بطبيعة الحال عانوا الأمرين بسبب المشاكل الطائفية التي يعني كانت تسيطر على المشهد في تلك الفترة، يعني لتثبت كرة القدم أنها الأداة التي تمثل جسر التقارب بين يعني بين أبناء الشعب العراقي الواحد. هنا أحمد مناجد، يلا يا أحمد بالجول، جول أحمد مناجد يسجل، يلا خطوة خطوة والعراق في المباراة النهائية. 1-0 عراقية التقدم، عراقية الافتتاح، عراقية فتح باب التسجيل. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، جمهورنا الرياضي، دعونا نتوقف مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات تعلن عن بدء طرح تذاكر أهم البطولات القارية للمنتخبات الوطنية اعتبارا من يوم 32 من شهر تموز الجاري. يذكر أن العراق سيلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران وفيتنام واليمن. وبعد انتهاء مونديال روسيا 2018 بات عشاق كرة القدم على مقربة من عودة كبرى الدوريات الأوروبية التي ستأتي منها في مواعيد مختلفة ومنها في موعد مبكر. وكالمعتاد سيكون الدوري الفرنسي أول المنطلقين يوم الجمعة 10 من شهر آب المقبل بلقاء مارسيليا وتولوز، وتختتم الجولة الأولى منه الأحد بلقاء حامل لقب باريس سان جيرمان وكيان. وسينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز ذو الشعبية الجارفة في نفس الموعد مبكرا بلقاء بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، وستحمل الجولة الأولى من البريمير ليج لقاء قمة بين أرسنال ومانشستر سيتي في مباراة الختام. وكذلك هو الحال بالنسبة للدوريين الإيطالي والإسباني، سينطلقان في نفس عطلة نهاية الأسبوع التي توافق 18 من شهر آب المقبل، وستأتي الانطلاقة في وقت أقرب من موعدهم المعتاد في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه. ولم يصدر الاتحادان الإسباني والإيطالي جدول المباريات حتى الآن، لكنهما حددا موعد انطلاق مشابه. أما الدوري الألماني البوندسليغا فسيكون آخر المنطلقين بين الدوريات الخمسة الكبرى في سابقة جديدة، حيث سينطلق الجمعة 24 من شهر آب المقبل بلقاء حامل لقب بايرن ميونخ مع ضيفه هوفنهايم. مشاهدينا الآن مع تواجدي وتغطية صدى الرياضة لتجمع نجوم الرياضة العراقية أبطال الفعاليات الرياضية الجماعية والفردية، فتحت شعار معا صوب الإصلاح والتغيير أقام تجمع نجوم الرياضة العراقية الملتقى الثاني لهم لمناقشة واقع الرياضة العراقية والسبل الكفيلة لتحقيق الإنجاز وتفعيل القوانين للنهوض بالرياضة العراقية. وقد حضر نخبة من أهل الشأن في هذا التجمع على القاعة الكبرى لكلية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد، وذلك من أجل يعني أهداف عدة، ومنها يعني تحفيز الحكومة العراقية لدعم الرياضة والرياضيين وعدم إبعاد النجوم وتهميشهم، فضلاً عن مناقشة الواقع الرياضي وتفعيل القوانين للنهوض بواقع الرياضة العراقية. مشاهدينا، منذ انعقاد الندوة الأولى التي جرت في وقت سابق تم الاتفاق على تسمية هذا التجمع تجمع نجوم الرياضة العراقية. ألا يكفي استثباتنا بنجوم الرياضة؟ ألا يكفي سكوتنا طيلة المدة الماضية؟ ألا يكفينا تردد وانزواء خلف الكواليس؟ ألا يكفينا ضعفنا وعدم المواجهة؟ إذن نحن نتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية. نقول كفى كفى، لقد أصبح الابتزاز والتهميش والتهديد علامة فارقة لرياضة الظرف الراهن. انتفاضة حقيقية تجاه الظلم لأبناء الشعب العراقي يضعنا نحن شريحة الرياضيين أمام مسؤولية كبيرة. ولتكن هذه الانتفاضة دافعا لاسترداد كرامة الرياضة، ويقول كفى كفى ومن الله التوفيق، وأشكركم. جمهورنا الرياضي شخصيات يعني كبيرة من الرياضيين والداعمين للرياضة العراقية كانوا حاضرين خلال هذا الملتقى الحواري لتجمع نجوم الرياضة العراقية، آملين أن يصل صوتهم للمعنيين بالأمر والمساهمة بإصلاح المنظومة الرياضية طبعا، والتأكيد على ضرورة مشاركة الرياضيين أصحاب الإنجاز ضمن الهيئات الإدارية للأندية والاتحادات، وكذلك بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية. مشاهدينا، الآن إليكم جانبا من مطالب ورؤى أهل الشأن من الحاضرين في هذا الملتقى، خلينا نتابع. بداية يعني حقيقة يجب أن نشير إلها أنه كنا نتأمل حضور أوسع، رغم أنه الحضور لا بأس به، لكن كنا نتأمل حضور أوسع لأن يشمل مختلف الألعاب الرياضية، وأيضا الموضوع حيوي ومهم جدا يتعلق بمستقبل الرياضة العراقية. أنا أعتقد يعني الطروحات هذا الملتقى اللي هو الملتقى الثاني كانت أفضل بكثير من طروحات الملتقى الأول، كون هذه الندوة وهذا المؤتمر حقيقة طرحت حلول كيفية معالجة الوضع الراهن للرياضة العراقية، لا سيما ونحن نعلم جميعا أنه اللجنة الأولمبية حسب قرار المحكمة الاتحادية كيان منحل، هذا حقيقة هو أساس الاجتماع، وأيضا الأساس الآخر هو انتخابات الاتحادات التي أعلن عنها أنها ستقام مطلع شهر آب القادم. كل شيء يتعلق باللجنة الأولمبية وعمل الأولمبية يعد غير قانونيا على وفق قرار المحكمة الاتحادية، لذلك حقيقة التجمع ماضي بخطوات متأنية، وإن شاء الله نستطيع خلال المدة القليلة أن نذهب إلى المحكمة الاتحادية من أجل تفسير قرارها بعد اللجنة الأولمبية كيانا منحلا، وعلى وفق هذا التفسير من الممكن أن نتخذ الخطوات اللاحقة. بلا شك يعني عد تجمع نجوم الرياضة ركيزة لغرض تغيير ما ممكن تغييره من الواقع الرياضي، مؤلم يعني بصراحة. اليوم نشاهد جملة من نجوم الرياضة لا تستطيع أن تدخل بالهيئة العامة بصراحة. أنا أعتقد أنه إحنا نعيش أزمة رياضية يعني، وهاي الأزمة جت بغياب القوانين، وبالتالي كانت هنالك لوائح وأنظمة للأسف كانت بها استثناءات كثيرة،
وبالتالي أخذتنا إلى تبعات للأسف الشديد يعني مالية وإدارية لم تكن منصفة وتكون ظالمة في كثير من الأوقات. أنا كرياضي حقيقة عشت الرياضة في بداية شبابي بال79-80، كان العراق واحد من المرتكزات الأساسية على مستوى المنطقة وآسيا وحتى على المستوى الدولي، كان يقارع أبطال أفريقيا. اليوم ابتعدنا بكثير عن مستوياتنا الرياضي، كل هذا طبعا يعود إلى الجانب الإداري والقانوني اللي عكس ما تماما الجانب الفني اللي بالساحة، لأنه غابت القيادات اللي يفترض أن تسند المهمات لها. أنا أتمنى أنه لا يحدث تقاطع في المستقبل، أن يحدث انسجام لتنفيذ القوانين وتطبيقها، وأعتقد أن قوانين 18 وقوانين 16 وقوانين 20 هي قوانين رصينة، لكن تحتاج إلى من ينفذ هذه القوانين بكل شفافية بدون الاستثناءات، حتى نقدر نصل إلى مشاهدة هيئات إدارية تستطيع أن تتحمل المسؤولية الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد إحنا دائما ما أنت تنقل صوتك بطريقة حضارية وطريقة سلمية. اليوم التجمع الرياضي والرياضيين من كل يعني الألعاب، أعتقد صوتنا والرياضة العراقية ما تمر به هو أزمة حقيقية. من إحنا ما أجانا الشخص الحقيقي اللي يمثلنا داخل البرلمان. اليوم نحتاج إلى قوانين حقيقية، إلى تشريعات للأنظمة الداخلية، لأن كل اتحاد حسب هوا، والدليل أنه أنت عندك قرار حل اللجنة الأولمبية ما ينفذ لأنه أنت ما تمتلك القانون. يعني مجلس نواب وبعض أعضاء مجلس النواب اللي صرح لك أنه اللجنة الأولمبية لجنة من حل وما يطبق عليها القانون، مع ذلك احنا عتبنا على من يمثلنا داخل البرلمان، سواء ما أريد أذكر أسماء، لكن الكل أخفق. نتمنى تدخل حكومي من أجل أنه تعود الرياضة العراقية. وصلنا إلى مرحلة بائسة جدا، مو فقط احنا نتكلم عن كرة القدم، كل الألعاب. اليوم العراق الحلقة الأضعف في كل المشاركات الخارجية. نتمنى التدخل الحكومي، وراح نستمر بإيصال صوتنا من خلال الإعلام ومن خلال التجمعات، وهدفنا هو إصلاح الرياضة العراقية. جمهورنا الرياضي متواصلين مع ملتقى تجمع نجوم الرياضة العراقية، ومن بين الحاضرين عدد من المستشارين القانونيين والمختصين والداعمين للرياضة العراقية، وذلك يعني لاعتماد معايير محددة وصريحة ونهج قانوني يتبع، وكذلك لإعداد آلية العمل الصحيحة وتوضيح القوانين الرياضية التي تتناغم مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي والمتغيرات التي طرأت على المشهد الرياضي دوليا، أو تعديل القوانين النافذة، بالتالي المساهمة بإصلاح المنظومة الرياضية، يعني بدءا من القوانين الرياضية التي أكل والدهر عليها وشرب، وكذلك طبعا أمور أخرى تخص الرياضة العراقية. مشاهدينا، في الوقفة التالية سنتعرف على المزيد، خليكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نعرف بين اللجنة الأولمبية انحلت ككيان منحل حسب قرار المحكمة الاتحادية، وأعطت اللجنة الدولية صلاحية إلى رعد حمودي لإدارة اللجنة. بس كنا ما نعرف بس رعد حمودي أو المكتب التنفيذي كله أن يدير. رعد حمودي الكابتن أخذها كلها على عاتقه، هو راح يدير وهو يكون لجان، واتصل بنقابة المحامين وأعطوه 9 راح محامين وثلاثة يعني يطعنون، وماخذ إجراءات يعني شخصية بدون أن يستفسر من أي واحد، ودس كتاب للأمانة العامة المجلس الوزراء يستفسر هل لي حق أن أقوم بإجراء انتخابات الاتحادات. فأعتقد الأمانة العامة قالت هذا شيء فني ورياضي إحنا بعيدين عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقوانين النافذة هي قانون 20 اللجنة الأولمبية، وقانون 18 للاتحاد الأندية، وقانون 16 للاتحادات. قانون 16 ساري المفعول، وإذا طبق بجميع زين ما فيه هو يخدم الرياضيين 95%. بس لحد الآن اللجنة الأولمبية ما مقدمة المادة 18 وهي
وضع تعليمات ونظام داخلي لهذا القانون. فنشوف احنا القانون زين ما مفهوم لاكثر من اكثر الرياضيين واكثر الاتحادات ما تفهمه، ما تقدر تفسره، لان اهل الاختصاص لازم يفسرون هذا القانون ويخلون النقاط على الحروف لفهم جميع الرياضيين وجميع المشاركين في الانتخابات. بالنسبه لنا احنا فكرتنا ان شاء الله هنقدم طعن حول قرار المحكمه الاتحاديه بجعل اللجنه الاولمبيه هي كيان منحل. القرار مال المحكمه بعده نقاط، اول شيء لازم تتوقف نشاط اللجنه الاولمبيه، فمن ضمن باكر من ضمن النقاط اللي نقدمها للمحكمه الاتحاديه هي اربع نقاط: تقديم قرار ولائي بتوقيف جميع نشاط اللجنه الاولمبيه، وثانيا تقديم قرار لوقف زين الاموال التي تصرف من قبل الدوله، لان القرار صريح وواضح بحل كيان اللجنه الاولمبيه جميعها فما لها حق ان تشارك. واما بالنسبه الى الكتب المرسله من اللجنه الاولمبيه الاسيويه بها تفسير ثاني، فراح ندزها للمحكمه الاتحاديه ان تفسرها، وان شاء الله في الايام القادمه هواي اكو امور راح تظهر للشارع الرياضي حول اللجنة الأولمبية وعملها وحلها وجميع الأمور المتعلقة بنشاط اللجنة الأولمبية. لاحظنا احنا الأخ وزير الشباب يتصرف كأنه رئيس اتحاد كرة القدم، وفي بعض الأحيان لاحظنا بعض الأخوة رؤساء الاتحادات يتصرفون وكأنهم جهة حكومية. احنا نعرف مفهوم الرياضة، مفهوم الحركة الأولمبية هي حركة اجتماعية مدنية عادة تتلقى الدعم من الحكومة وليس التابعة للحكومة. هذا الخلل بالفهم بصراحة أدى إلى مشاكل متراكمة، وللأسف لازلنا غير قادرين على حلها وعلى تشخيصها. ذكر كابتن عامر أنه الانتخابات الماضية صارت على لوائح، لا، الحقيقة الانتخابات الماضية صارت على قانون 16، لأنه من أخوة بالأولمبية الدولية احنا تعلمنا كل ما تنتهي الدورة الأولمبية يجي راحت حمودي شايل أوراقه ويقول احنا راح تنتهي ولايتنا فشنو نسوي. في ذلك الوقت شكلت لجنة ثلاثية، سوت لوائح من وزارة الشباب عصام ديوان ومن البرلمان علي مبرقع وأيضا من الحكومة والبرلمان والأولمبية. إن دققنا بالاعتبارات القانونية شفنا ما لها أي سند قانوني، فأنا من تصدى في حينها وخاطبنا شورى الدولة قالوا القانون 16 لا زال محفظ بذلك لا يجوز الاعتماد على أي لوائح. طبعا القانون ظلم العديد من الأبطال الرياضيين، ولكن أيضا اللوائح لم تكن حل واضح لأنها أيضا فصلت بمقاسات محددة. احنا كان اقترحنا انه خلي نسوي الانتخابات على قانون 16 ويجتمع المكتب التنفيذي ويقدم لنا في اول 6 أشهر التعديلات المناسبه على قانون 16 حتى لا ينضمون الابطال. اللي صار مضمن عمر الاولمبيا في الدوره السابقه سنتين ولم يقدموا هذه المقترحات، فلذلك الاولمبيا المكتب التنفيذي تتحمل المسؤوليه القانونيه الكامله عن عدم صياغه التعديلات على القانون. تعديل قانون 16 بصراحه لا يتاتى الا عبر الحكومه. يعني نقطه الانقلاب الاولى تبدي بدائره مستشارين في مجلس الوزراء، يرفع الى مجلس الوزراء يصادق عليه ومن ثم يحال الى مجلس النواب. لذلك كنت اصر دائما على كل الاخوه اللي يراجعون ان يكون عندهم علاقه وطيده مع هيئه المستشارين في رئاسة الوزراء وليس وزارة الشباب. عدلنا الوضع القانوني في حينها، ورغم علمنا أنه بغبن لبعض الأخوة إلا أنه كان الأمل يتم تعديله. صراحة تعديل القانون يجي من الجهات القطاعية اللي عندها ملاحظات قانونية عليه، فكان يفترض بالأولمبية وبالاتحادات أن تسعى لاقتراح هذه التعديلات ومن ثم تحويلها إلى الحكومة، الحكومة تحولها إلى البرلمان، البرلمان
ينتظر رأي الجهة القطاعية دائما حتى يشرع القانون أو يشرع تعديل على قانون موجود سابقا. لذلك البرلمان لا يتحمل كل مسؤولية، وإنما القطاعات المختلفة تتحملها مشتركة. جمهورنا الرياضي شخصيات كبيرة من الرياضيين والداعمين للرياضة العراقية كانوا متواجدين في هذا الملتقى الحواري لتجمع نجوم الرياضة العراقية. من بين الحضور العنصر النسوي المتمثل ببطلات الرياضة النسوية العراقية سابقا، طبعا مساهمة منهم بإصلاح المنظومة الرياضية والتأكيد يعني على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار على ضرورة مشاركة الرياضيين الأبطال والأكاديميين المختصين بشكل عام والعنصر النسوي بشكل خاص ضمن الهيئات العامة للأندية والاتحادات وجميع المؤسسات الرياضية، وضرورة تفعيل هذا الجانب المهم للعنصر النسوي في إدارات الأندية والاتحادات والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والمؤسسات الرياضية الأخرى. طبعا بالتأكيد كل هذا من أجل النهوض بواقع الرياضة النسوية. مشاهدينا بطلات الأمس في الوقفة التالية، وخليكم ويانا. أنا مارست الرياضة عمري 10 سنوات، يعني وصلت 68 سنة، يعني صار 58 سنة أنا ويا المحافل الرياضية ويا الرياضة، فمثل ما يقولون مقبلها وجوبها في حياتي. ما شفت أسوأ من الحالة اللي وصلت لها الرياضة العراقية بالفترة الحالية اللي هي 15 سنة الأخيرة. صحيح. العوف فترة حصار، العوف فترة وليس دافعية، العوف كل شيء. الرياضة قنديل وراية وعلم يرفع في المحافل الدولية وتنم على تطور الشعوب. أي شعب غير متطور وغير حضاري ما ممكن أن يوصل إلى رياضة جيدة. إحنا إذا نرجع في وراء، إحنا نريد نحقق تغيير في اللجنة الأوروبية، بهذا الحال كل شيء راح يحقق. الفارتلات اللي موجودة مثل ما هي موجودة في الانتخابات مجالس النواب نفسها موجودة بالأوروبية. العملية هي عملية بيع وشراء. الرياضة العراقية يشترى والعراق يشترى كما شكورين يشتروا أي شيء. شئتم أم أبيتم، إحنا إذا ما رح كنا الصفة القانونية القوية ترى هذه الشخص برغم ثقلها النوعي، ماكو شخص الآن قاعد هنا إذا ما عنده وزنه وإلى باعه وإلى اللي سواه بالرياضة العراقية. بنسى الأبطال والبطلات اللي موجودين، هذا إمام صبيح، دكتور أيمان، هذا دكتور شاكر الشيخ لي، هذول بنات البصرة، هذه فردوس محمد، هذول أولادي وكل جزء منهم إخواني. بس أسألكم بالله شنو الغمن وضمن الآن دكتور أيمان صبيح تريد تدخل ضمن ترشيحات في اتحاد الساحة وميدان، ما حدا خليك تدخل بسبب مبيوع الأصناف والمشارات بالأساليب اللي تم شرحها من خلال عدم تعديلات القانون. والله يعني العبور يجب أن تكون حل هناك مهم تتدخل فيه الدولة، لأن الدولة هي من يعطي الأموال إلى الرياضة، والدولة تركت الرياضة بدون متخصص قريب من مصدر القرار في قمة القرار العراقي السياسي. أقصد الدولة يعني رئاسة الوزراء، رئاسة الدولة لم تحظى أو لم تمتلك شخص يوجه يعني موثوق به متخصص يوجه البلد في الرياضة بالاتجاه الصحيح. تتوقعين من وراء هذا المؤتمر أو هذا الملتقى تحصلون على نتيجة تفيد الرياضة العراقية؟ والله من خلال هذا اللقاء ويعني هذه اللقاءين ومن خلال يعني لقاءاتنا اللي انبثقت من خلال هذا التجمع وصلنا صوتنا إلى أبعد نقطة في مصدر القرار في الدولة، وإن لم تكن يعني استجابة سيكون مواقف أخرى، مثل ما اليوم الناس طالعة تظاهرات على الكهرباء والمي، باكر أقبل نوقف تظاهرات في وجه المسؤول السياسي اللي ترك الرياضة بدون أن يخليها على السكة الصحيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا اليوم حضرت هذا التجمع الرياضي الكبير لكافة الأبطال والرواد الرياضيين واللاعبين الموجودين حاليا بالبلد. الحقيقة احنا هنا نناقش واقع الرياضة، واقع قديم ومزري صار له 15 سنة. الرياضة في تدهور يعني إلى أبعد حالاتها، ما مرينا بحياتنا الرياضية. أنا صار لي تقريبا 35 سنة بالرياضة ألعب، لاعبة منتخب العراق بكرة السلة. ما شفت هيك تدهور بالرياضة، ما شفت هيك ناس لزموا الرياضة أبد مختصاص وأبد ما أي شيء لهم اتصال بالرياضة. يعني إحنا هدفنا هذا التجمع نريد شوية نحسن واقع الرياضة، نريد نعترض، نريد نقول لا، على الأقل يعني يهمنا هذا الشيء أنه نطور الرياضة بالبلد، وخاصة الرياضة النسوية اللي ماتت. أنا قمت يعني الحقيقة سويت فد شيء أنه حسوي فريق نسوي، ما حد عاني. القاعة اللي أدرب بها حارة، طوبات ما عندي، أطلب منا ومنا طوبة، تجهيزات ما عندي، ما حد يوصل لي طالبات. يعني أي جهة عرضت بالفيس، أي جهة ما تبنت الموضوع مالتي، وتاليها بالنهاية انسحبت وقعدت. أجي هنا لهذا التجمع عسى ولعله أنه نلقي فد شيء يخدم الرياضة، يعني خاصة هسه اللي طارئين على الرياضة يجوا هواية، ما يهمهم الرياضة، أكثر شيء تهمهم مصالح شخصية، يردون يكسبون مال. يعني إحنا رشحنا تقريبا ما بينا إلا 10 أو 15 واحد بمجلس النواب، يعني قلنا بلكي الله نعين الرياض أو نعين البلد. يعني ما معقولة من هالعدد هذا اللي بالعشر تالاف 15 ألف رياضي ما اختارينا واحد يخدم بلدنا ويخدم الرياضة، ما معقولة. يعني أنا من أريد أجي هنا أخدم بلدي، مو إلا أريد فلوس أو أحصل فلوس، ها، أو أخذ من الدولة فلوس. أريد أخدم بلدي لجهود ذاتية وجهود بدون تخصص بدون مال. ماكو أحد يعيني، ركضت ومشيت وحكيت، أبد ماكو أي إذان صاغية إلنا. لذلك هنا إن شاء الله بلك يعني نريد فد إيد عون إن نغير من الرياضة ونطورها مثل ما كانت بالثمانينات وبالسبعينات. كانت أرقام قياسية، كانت عندنا الفوز للفرق الرياضية من كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد. هسه ماكو، كل شيء ماكو. راح نطالب احنا هسه، نطالب الدولة ان تهتم بالرياضة وتهتم بالشخص اللي لازم الرياضة، مو شرط الا واحد يجينا شخص واحد لازم يعرف الرياضة والباقي اللي جواه كل شيء ماكو. نريد من عندنا احنا اللي خضنا وتعبنا وركضنا وتغربنا. كنت انا اعوف اهلي بثلاث اشهر، اربعة اشهر، ست اشهر اجي اتدرب هنا، ها، وبالدار الرياضية ننحجز في سبيل انه نخدم بلدنا ونرفعه بين الدول. هسه وين؟ ماكو اي فريق. نريد بس نشم اي ريحة فريقي يصعد ويرفع العلم العراقي برا، ماكو. فإلى متى نظل هذا؟ أنا سؤال أوجهه إلى الدولة العراقية، إلى متى نبقى على هذا الحال؟ ماكو تغيير؟ يعني لابد وأن في هالسنين هذه اللي فاتت لابد وأن نغير شوية، نغير من مجتمعنا إلى الأحسن. جمهورنا الرياضي متواصلين مع ملتقى تجمع نجوم الرياضة العراقية ومتواصلين مع تصريحات الحاضرين في الملتقى الثاني، يعني الذين يسعون لمناقشة الواقع الرياضي العراقي والسبل الكفيلة لتحقيق الإنجاز وطبعا تفعيل القوانين، فضلا عن عدم إقصاء وإبعاد نجوم الرياضة وتهميشهم عن العمل ضمن اختصاصهم، يعني من أجل النهوض بواقع ومستوى الرياضة العراقية. مشاهدينا في الوقفة التالية هنالك المزيد حول هذا الموضوع، وخليكم ويانا. الوضع الرياضي العراقي ومنذ التغيير ولحد الآن يسير من سيء إلى أسوأ، وسبب ذلك الأساسي هو غياب القانون، لأن المؤسسات الرياضية بعد أن جمد الحاكم المدني الأمريكي القوانين 16 و18 و20 لما جمدها بدأت الرياضة تعوم في الفوضى، والكثير من العاملين في القطاع الرياضي وجدوا متعة ولذة في غياب القانون، لأن غياب القانون يعني حرية العمل العشوائي وغير الملتزم. هذا الواقع الرياضي العراقي. الآن جهودنا نحن في هذا التجمع نسعى من أجل أن نعيد الرياضة إلى
مسارها الصحيح او مسارها اللي يعتمد القانون، يعتمد المؤسسات، يعتمد المرجعيه. لازم تكون هناك مرجعيه. من المسؤول عن الانديه؟ اللجنه الاولمبيه ام وزاره الشباب؟ من المسؤول عن الاتحادات؟ هذه فوضى. لذا انا يعني طموحي ان كان ان يكون هذا المؤتمر مندفع باتجاه العموميات وليس باتجاه امور بسيطه، انتخابات وغيرها من الامور. الان مطلوب منا ان نؤسس لقوانين رصينه، ان نؤسس لانديه رصينه، لان الانديه هي قلب الرياضه العراقيه. غياب الانديه هو تدمير للرياضه العراقيه. الان الانديه غائبه، إضافة إلى هذا الاتحادات تشتغل كما تشتهي وكما يريد قادتها ومسؤوليها. الأولمبية تسير إلى المجهول. هل هي كيان منحل؟ هل هي كيان قادر على التحكم والمسيرة؟ أنا أعتقد أن الوضع الرياضي بحاجة إلى إعادة دراسة، ويجب أن يكون هنالك حتى وإن توقفت الرياضة لمدة سنة أو سنتين، ولكنها ستؤسس لرياضة رصينة قادرة على أن تعطي إنجازات كبيرة للرياضة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو بأي طريقة من الطرق أي تجمع هو مصدر يعني فائدة، وعلى الأقل يصير بإشاعة وعي، وعي رياضي، وعي قانوني، رفع يعني درجة استعداد صانع القرار لفهم دور الرياضة في البلد. الرياضة وسيلة تنمية، الرياضة وسيلة تربية. هذه إذا ما الدولة يكون عندها فلسفة معينة باتجاه الرياضة ما نقدر يعني نتطور تطور كبير جدا. المؤتمر اليوم واضح المعالم أنه يريد أن يكون دور للنخب الرياضية من الخبراء ومن الأكاديميين ومن أبطال الرياضة في الاتحادات الرياضية القادمة. هذا كهدف قصير المدى، كون الانتخابات واقع لا محالة خلال الأيام القليلة. هسه هنالك خلاف، هذا يقول اللجنة الأولمبية حسب قرار المحكمة الاتحادية كيان منحل، هذا يقول بالنتيجة أنه هناك توافقات ما بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتفسيرهم لقرار المحكمة الاتحادية واللجنة الأولمبية، أنه اللجنة الأولمبية بكيانها الحالي بمكتبها التنفيذي الحالي هي التي تقيم الانتخابات. هذا موضوع انتهينا منه وأكو قرار به. هسه يبقى يستجد شيء جديد، هذا غير شيء. إنما الخلاف صار الآن بين الفقرة 6 وفقرة 9. الفقرة 9 تقول أن الهيئة العامة للاتحادات الرياضية تتألف من، إضافة إلى ممثلي الأندية المشاركة في نشاط الاتحاد، إلى لاعبي المنتخبات الوطنية والحكام الدوليين والمدربين الدوليين، ويعني بيها مجال أوسع لدخول الخبراء. وبالتالي نريد أن تعتمد الفقرة 9 بدلا من الفقرة 6 في تفسير، هذا موضوع تخصصي، في تعريف الهيئات العامة للاتحادات الرياضية. هذا يعتبر الضماد على الجرح، يعني كحل مؤقت في هذه المرحلة. مو رأي واستحسان، عندنا قرار محكمة الاتحادية تفسر الجهات التنفيذية، يبقى عندنا عليه إشكال. أنا أروح إلى المحكمة الاتحادية أقدم طلب، أقول أطلب تفسير قرار المحكمة الاتحادية. أي عضو من الجمعية العمومية، كلفوني الإخواني اليوم كوني أنا عضو جمعية عمومية، أنا أقدم طلب إلى المحكمة الاتحادية أطلب منه تفسير القرار حتى ننتهي من يجي التفسير الواضح القطعي. الأمور تأخذ نصابها وكل واحد يشوف الحلول المناسبة له وفق القانون. يعني صراحة احنا هذا الملتقى يعني حاولنا به نقاش كل الأمور اللي مطروحة هنا على الساحة، الانتخابات، السقوف الزمنية المحددة. حبينا يعني نسمع من الأخوة الرياضيين وهالشريحة المهمة شو هي أفضل الحلول اللي نقدر نقدم بها خدمة للرياضة العراقية. ومثل ما طرحوا يعني كانوا المجموعة من يعني عندها أكثر من رأي، وأعتقد اتوحد باتجاه يعني الذهاب باتجاه المحكمة الاتحادية لإعطانا تفسير ما هو حاصل على أرض الواقع. وهذا الموضوع يعني هذا صار باتفاق الجميع، وان شاء الله راح اكون ماشيين به، ونتامل يعني راح نمشي به ونشوف وين نوصل بهالموضوع. يعني موضوع السله يعني كنت انا اتمنى هذا يحتاج لوقت، يعني للاسف راس الهرم يتكلم يعني باشياء هي يعني غير موجوده على ارض الواقع.
يعني احنا متاخرين بالسله بكل الفئات العمريه بكل البطولات، مراكزنا متاخره جدا. بالفريق الاول كل اللي عملناه جبنا لاعب اجنبي، عمل لنا شويه فارق بالنتائج وبس ما قدرنا نحصل النتيجه اللي هلها الاتحاد اللي هي بطوله غرب بطوله اسيا رابع اسيا. احنا اشتركنا في بطوله تنشيطيه بايران، اشتركت بها فرق بالصف الثالث وليس الثاني، اليابان و الصين والفلبين، يعني اشتركوا بفرق ضعيفة جدا بالصف الثالث، وفريقين أساسيين هم اللي اشتركوا الأردن وإيران، وخسرنا مع الفريقين بفارق أكثر من 30 نقطة. أي إنجاز نتحدث عنه؟ مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم مع مجموعة من الأخبار والأحداث الرياضية فيما تبقى لنا من وقت مسموح لهذا اليوم، والتي سنبدأها من سوق الانتقالات الصيفية للاعبي كرة القدم، إذ أعلن نادي الخور عن تعاقده مع اللاعب العراقي أحمد ياسين جناح المنتخب الوطني ونادي أيك سولينا السويدي. أعلن الخور عن تعاقده لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، وحيث ذكر النادي عبر موقعه الرسمي على تويتر أن الدولي العراقي أحمد ياسين ينضم لكتيبة فرسان الخور ليكمل عقد المحترفين بعد فسخ التعاقد مع البرازيلي ماديسون فورماجيني بالتراضي. وأضاف النادي في تغريدة أخرى معلقا على صورة أحمد ياسين: مرحبا بك في كتيبة الفرسان، نتمنى لك التوفيق مع الفريق. وطبعا نحن أيضا نتمنى لأحمد ياسين الموفقية والتألق والنجاح في هذه المهمة. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، وهذه انتقالة إلى أخبار نجوم الكرة، فعند نجم الريال السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي حاليا، فقد تأكد غيابه عن أول لقاء ضد ناديه القديم ريال مدريد الإسباني، حيث أعلن أليغري المدير الفني لليوفي قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الصيفية، وذلك استعدادا للموسم الجديد. وسيغيب رونالدو عن صفوف السيد العجوز لتأخر عودته للتدريبات بسبب منافسات كأس العالم، كما سيتخلف عن قائمة يوفنتوس لاعبين آخرين شاركوا في مونديال روسيا مثل الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وهيغوين. وبذلك سيغيب رونالدو عن ودية يوفنتوس وريال مدريد المقرر لها يوم 4 آب المقبل، والتي ستقام في واشنطن ضمن منافسات كأس الأبطال الودية. وضمن مساعي الأندية العالمية لاستقطاب نجوم الكرة في الفترة الحالية لسوق الانتقالات الصيفية، فقد أكد مدرب برشلونة فالفيردي أن الفرصة ستكون سانحة أمام البرازيلي مالكوم الوافد الجديد لبرشلونة لإظهار مستواه الفني من خلال العمل اليومي وخلال منافسات الكأس الدولية للأبطال. وأضاف فالفيردي أن اللاعب مالكوم البالغ من العمر 21 عاما يجب أن يقاتل مثل أي لاعب آخر لدخول التشكيلة الأساسية لبطل الدوري الإسباني. وقال أيضا: بكل تأكيد نحن تابعناه منذ فترة ونعرف بأنه يستطيع أن يساعد الفريق لاحقا. إذن مشاهدين الكرام، هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة رياضية مقبلة. بالتأكيد أنقل لكم تحيات أسرة صدى الرياضة، وأنا أيضا لكم مني أجمل التحايا والأمنيات بالتألق بالنجاح بالإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.